الآن ينضم إلينا من الحدود السعودية اليمنية موفد الحدث محمد العرب. أهلا بك معنا محمد في استوديو الحدث، هلا تطلعنا على الأجواء لديك. لارا، نقف الآن على بعد أمتار من الأراضي اليمنية. الزميل سعود سوف المصور سيضعك في أجواء هذا المكان. هذه نقطة ثابتة لا يفصلها عن اليمن سوى أمتار، هذا ونقطة ثابتة لحرس الحدود. هنا مرابطين منذ بداية عاصفة الحزم. ينتقل معك يا زميل المصور سعود إلى الوادي حيث وادي ضمد الفاصل بين الأراضي السعودية والأراضي اليمنية. أنت الآن مباشرة لارا تنظرين إلى الأراضي اليمنية. هذا السوق الذي يظهر، هذه المباني التي تظهر أمامك، هو سوق الرقو وهو سوق يمني. يعني أنت الآن بكاميرا الحدث تنتقلين إلى الأراضي اليمنية، وهناك أشخاص إذا كنت تريهم بالكاميرا يتزودون بالمياه من هذا الينبوع الأرضي. لا تفصلنا عن أراضي اليمن إلا أمتار. نحن في قمة في نقطة جبلية، والمراقبة على مدار الساعة. زميل المصور سعود ينتقل لك إلى أفراد الحرس الحدود المرابطين هنا يراقبون على مدار الساعة أي تحرك مشبوه من الجانب الآخر، وإن كانت القبائل التي على الجانب اليمني هي قبائل يعني تناهض الحوثيين وتمنحهم حتى من الاقتراب إلى الأراضي السعودية، ولكن الحذر واجب مع وجود حالة عاصف مع استمرار عاصفة الحزم. كما تشاهدين نحن مباشرة في أقرب نقطة من الأراضي اليمنية. هذه النقاط طبعا مزودة بأجهزة مراقبة ليلية ونهارية وكاميرات حرارية، بالإضافة إلى أنها وإن كانت نقطة ثابتة إلا أنها تتفرع منها أكثر من نقطة متحركة يذهبون إلى بعض التلال. هنا الزميل المصور ينقلك إلى إحدى التلال التي تعتبر إحدى محطات الدوريات المتحركة لجعل الحدود آمنة كليا. نعم لارا، هذا هو الوضع من حيث أقف الآن على الحدود السعودية اليمنية. طيب محمد، هل تم تسجيل أي محاولات لتسلل لمسلحين ليس فقط إلى الحدود السعودية، ولكن حتى هل سجلت أي اشتباكات مع هذه القبائل الموجودة على جانب الحدود اليمنية التي تناهض الحوثيين كما قلت؟ لارا، هذه القبائل تمنع أي ميليشيا معادية بالاقتراب بالحدود السعودية أولا. ثانيا، هنالك حالات من المتسللين ومهربين يتم القبض عليهم من قبل حرس الحدود واتخاذ إجراءات قانونية حيالهم. أي نقطة أو أي اقتراب من وادي ضمد، هذا الوادي الفاصل بين الأراضي السعودية والأراضي اليمنية، تعتبر يعني خط أحمر ويتم التعامل معها بحزم. لكن لم تسجل أي خروقات منذ انطلاق عاصفة الحزم لحد الآن بسبب يعني الانتشار الكثيف لحرس الحدود، وأيضا العلاقة الطيبة التي نسجتها نقاط حرس الحدود. وتحدث أنا هنا تحديدا عن قطاع الداير حيث نسج علاقات جيدة جدا بالقبائل الطرف اليمني، مما جعلها درع أولي قبل أن يصلوا. القبائل هنا تشعر بالامتنان بشكل كبير لحرس الحدود، وتشعر بالامتنان للمملكة العربية السعودية، وتجد نفسها أمام مسؤولية المساعدة في حفظ الأراضي السعودية. طبعا أؤكد لك أن نحن على بعد أمتار من الأراضي اليمنية، بل أنت تنتقلين من خلال كاميرا الحدث إلى الأراضي اليمنية مباشرة. بالفعل يعني نحن نشاهد هذه الصور للأراضي اليمنية. محمد، يعني المتحدث باسم عاصفة الحزم كان قد أعلن بالأمس أنه المرحلة الأولى انتهت و 80% من الأهداف العسكرية تم تدميرها. يعني بعد هذا التقدم الكبير، كيف تبدو حتى معنويات عناصر حرس الحدود الموجودين الآن؟ نعم، حرس الحدود هم الخط الأول في مواجهة أي خطر قادم من الأراضي اليمنية. المعنويات عالية جدا،
وحرس الحدود في حالة مرابطة، زرناهم في أكثر من نقطة يعني ساخنة ونقطة تماس، وجدنا أنهم على استعداد للرد على أي محاولة للاقتراب من الحد، وليس اختراق الحد. مسألة اختراق الحد أصبحت مسألة خط أحمر ممنوع، أما الاقتراب وعلى بعد كيلومترات من الحد يعتبر إذا كان هدف معادي يعتبر يعني هدف يتم التعامل معه مباشرة وبحزم، كما عودتنا قوات حرس الحدود المرابطة على طول الشريط الحدودي السعودي اليمني. دعيني أيضا أنقل لك يعني التقينا بأكثر من عنصر من عناصر حرس الحدود، المعنويات عالية جدا، اليقظة واضحة، هذه نقطة جبلية وعرة، ليس من السهل جدا التكيف مع هذه الجغرافيا الصعبة، ولكن حرس الحدود بسبب خبرتهم المتراكمة منذ سنوات في هذه المنطقة بدأوا يعني يعرفون يعني مسالك الجبال بشكل واضح، بل إنهم يعني يفضلون الدوريات الراجلة على الدوريات بالآليات، وذلك بسبب خبرتهم العالية لمسالك الجبال ووعورتها. أيضا أريد أن أنقل لك مشهد آخر مهم، لو تلاحظين الزميل المصور سعود سينقلك، أنا أقف في مكان على مرتفع لأنقل لك الصورة، هذه المباني التي تظهر أمامك هو سوق، هناك أناس يقتربون من الحد للتزود بالمياه أو حتى رعاية المواشي إلى آخره، يتم التعامل معهم بودية عالية، وهذه تعكس أواصر يعني أواصر القربة وأواصر الأخوة بين الشعبين السعودي واليمني. بما أنك تأتي بشكل غير معادي بشكل ودي فأنت مرحب بك ويتم التعامل معك تعامل ودي، لكن ما أن تتحول إلى هدف معادي فيتم التعامل معك على أنك عدو. شكرا لارا. شكرا جزيلا لك محمد، وأيضا للزميل المصور على هذه الجولة. إذا من الحدود السعودية اليمنية كان معنا موفد الحدث محمد العرب.